وساداتي الفضلاء والمستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن الله يحب المتقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. أيها الأحباب، قد رفع الله سبحانه وتعالى عظمة حبيبه صلى الله عليه وسلم حيث يقول في كتابه المكرم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، أشعر بفرح يغمر قلبي ويملأ فؤادي، حيث إنني أتشرف بإلقاء كلمة وجيزة في هذه الاحتفالية التي عقدت بمناسبة الذكرى السنوية للإمام العلامة الكبير الداعية الإسلامي العظيم الصوفي التقي الذي واصل الليل بالنهار في إيقاظ مصابيح النور والهداية في بلاد كانت غارقة في الشرك والإلحاد والضلالة والفساد، ألا وهو الحافظ السيد معين الدين القادري السملكي رضي الله تعالى عنه. ومن المعرفة بمكان أن هذه الزاوية التي تنهض بأعضاء هذه الذكرى السنوية هي من أشهر الزوايا والطرق في شبه القارة الهندية، وهذه الزاوية ما زالت ولا تزال تسعى إلى ترسيخ العقيدة الصحيحة في قلوب الناس وترغيبهم إلى مبادئ الإسلام الصحيحة. والذي يرأس هذه الزاوية راهنا هو ممدوحنا وقدوتنا وإمامنا وسيدنا السيد معين الدين القادري، متعنا الله سبحانه وتعالى بطول بقائه ونفعنا بصحبته الكريمة. ومما لا مجال فيه للريب أن هذه الزاوية الزاوية القادرية الرفاعية التي شرقت وغربت ولها أتباع كثيرون تفوق الآلاف في كل مكان، تصلح على نهج الكتاب والسنة، رغم أن كثرة كافرة من الزوايا الآن تنكبت الطريق القويم في هذا العصر المليء بالمغريات. وأخيرا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يديم لهذه الزاوية الدوام والاستمرار، ولصاحبها الكريم الحفظ والصيانة من مكايد الناس ومكارههم. آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ونظرا إلى ضيق الوقت وكثرة المصروفيات، ما ألقيت إلا كلمة وجيزة لعل الله سبحانه وتعالى يقبلني في الحاضرين والمشاركين في هذه الاحتفالية العظيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.